مرحب بكم مشاهدينا من مدينة المحلة الكبرى وبالتحديد من مقر تعاون غزل المحلة. مدينة المحلة الكبرى المشهورة دائما أو ما يطلق عليها قلعة الصناعة المصرية، ودائما بتعرف بتعاون غزل المحلة وبشركة مصر للغزل والنسيج. ربما هذا القطاع في الفترة الأخيرة لم يعني يكون على الشهرة الذي كان عليها منذ فترة في فترة كبيرة، وربما أيضا من ضمن المشاكل اللي كانت موجودة في فرع في مدينة المحلة الكبرى هو فرع الشون، كان في مشاكل بالنسبة لإقامة هذا الفرع بعد إزالته في الفترة الماضية، وربما تم حلها في الفترة الأخيرة. هنعرف التفاصيل أكثر طبعا مع الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة المحلة الكبرى، وأيضا المهندس سيد شحاتة المدير التنفيذي لقطاع أو تعاون غزل المحلة. دكتور محمد برحب بحضرتك، عايزين نعرف المشكلة بالضبط كانت إيه، وهروح طبعا مع المهندس سيد وعايز اعرف حلها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا لما نيجي نتكلم على مدينه المحله الكبرى احنا بنتكلم على شركه مصر للغزل والنسيج. دي اكبر قلعه صناعيه موجوده على مستوى مصر والشرق الاوسط، وده طبعا محور اهتمامي، وطبعا انا بدات ان انا ادور على المشاكل اللي موجوده عندهم والحاجات اللي بتواجههم. كان بالنسبه لتعاون شركه مصر للغزل والنسيج كان عندهم مشكله في فرع الشون. الفرع دوت عبارة عن سوبر ماركت مجمعات استهلاكية، يعني بيبقى موجود فيها المنتجات اللي هي اللحوم والخضروات والفاكهة والحاجات دي كلها بأسعار مخفضة. كان تم إزالته أثناء عملية التطوير وأثناء إنشاء كوبري الشون، فأصبح يعني المكان بتاعهم أو الموقع بتاعهم ما عادش عندهم موقع. أنا تواصلت معهم ومع الأستاذ محمود الغمريني ومع الأستاذ سيد ومع الأستاذ خالد ومجاميع المعنيين، وعرفت أدرس المشكلة كويس. توصلت مع المحافظ أن يتم تشكيل لجنة لحل هذه المشكلة، وتم اختيار موقع بديل على نفس المساحة موجود حاليا في ميدان الشون. يعني طبعا الموضوع خد خطوات كتيرة، أنه راح على المستشار القانوني لأن كان المحلات اللي موجودة كانت داخلة في مزاد، فما كانش ينفع أنه يدخلها جنب المحلات ديت. المهم ان هي عدت المشكله القانونيه وبعد كده المحافظ وافق عليها. خلينا نعرف التفاصيل اكتر المهندس. طبعا برحب بحضرتك. بدايه نتكلم عن ايه سبب المشكله. هي المشكله بدات من لنا، كان لنا فرع سوبر ماركت في ميدان الشون، والفرع ده كان من الفروع الكويسه اللي كانت بتخدم مجتمع المحله. في أثناء تطوير ميدان الشون وإقامة كوبري كان من المفترض أن هذا الفرع لابد من إزالته علشان تطوير المكان. إحنا طبعا أخليناه وعلى أمل أن كان لازم يجي لنا مكان بديل. بعد إقامة الكوبري الحقيقة أن إحنا تعثرنا، ومحدش من المحليات تعبونا جدا في أن إحنا ناخد المكان بديل. لجأنا الحقيقة للدكتور محمد في مجرد ما يعني لجأنا للدكتور محمد على أساس كراجل مسؤول عن المحلة، وقلنا له مشكلتنا هو تبناها، والحمد لله ربنا وفقنا ووفقه في أنه يقدر حصلنا على مكان بديل لهذا الفرع. خلينا نتكلم عن أن مدينة المحلة الكبرى كانت دائما مشهورة بصناعة الغزل والنسيج وأيضا بشركة مصر. تمام. ويمكن تعاون مركز أو تعاون غزل المحلة ده زي ما هو مكان تسويق لمنتجات الشركة. تمام. أيام زمان إحنا كنا عارفين الشركة دي كانت عاملة إزاي والشهرة بتاعتها كانت عاملة إزاي ومنتجاتها أيضا. دلوقتي أنا حاسس وطبعا كل الناس عارفة أن دلوقتي في تراجع إلى حد ما. إحنا شايفين حتى كمان ما فيش المكان مش ممتلئ قوي زي كل مرة أو زي ما كان أيام زمان. سبب ده إيه؟ لا، هو الحمد لله يمكن احنا مش مرتبطين. كلامي مظبوط الاول ولا لا؟ نعم افندم. كلامي مظبوط الاول ولا لا؟ لا، هو حضرتك هوضح لحضرتك حاجه. احنا كتعاون لنا ميزانيه مستقله تماما عن الشركه. تراجع كان تراجع في الشركه لظروف خاصه بيها، اما احنا كتعاون احنا الحمد لله، احنا الحمد لله كويسين، الحمد لله عندنا ال 1000 واحد دول العاملين بتاع 1000 واحد قادرين ناكل نفسنا، قادرين نكسب، قادرين نعيش كويس. المبيعات نفسها قلت ولا زادت؟ احنا الحمد لله بتزيد في الزياده. الحمد لله في الزياده، والحمد لله برغم من ان هناك زياده في الاجور والكلام ده احنا مغطينه.
اي تفضل حضرتك. منتج تعاون غزل المحله محافظ على نفسه برضه في السوق المصري. المحله محافظ على سوق، ولنا على فكره لنا 5 فروع في القاهره، يعني لازم اللي عايزين 5 فروع في القاهره، ومنتج المحله موجود في القاهره، وده شرف لينا هناك. واعتقد ان كل من بيدخل فروعنا في فروع المحله في القاهره عارف قيمه المنتج بتاعنا. الحمد لله لنا هنا في المحله احنا بنخدم المجتمع كله، مجتمع المحله. احنا عندنا 5 افران للخبز المدعم، عندنا 16 فرع بقالة تموينية، عندنا مخزن بوتاجاز، فكل ده احنا قايمين على خدمة مجتمع المحلة وعمال المحلة اللي هم بيساوي حوالي 22,000 عامل الحمد لله، ومجتمع المحلة كله بالكامل. في خطة تطوير ولا هي كده الأمر حلو قوي؟ إن شاء الله لازم لابد أن يكون هناك خطة تطوير، وحنعمل بالقطعة الأرض اللي تم تخصيصها هنعمل لها سوبر ماركت إن شاء الله، هيكون من أحسن الفروع اللي موجودة على مستوى المحلة كلها بإذن الله. شكرا إن شاء الله. شكرا ليك. دكتور محمد، تعليق أخير كده عن زي ما أنا كنت بتكلم عن المشمهندس عن شهرة المحلة بشركة مصر غزل والنسيج وأيضا بمنتجات تعاون غزل المحلة. انا عايز اعرف برضو انت انطباعك دلوقتي زي ايام زمان، ولا انت شايف الامور مرضيه لحد ما؟ هو طبعا يعني من ساعه ما احنا يعني نجحنا الحمد لله في الانتخابات وبقينا اعضاء برلمان، انا بدات اتواصل مع المهندس احمد مصطفى اللي هو رئيس الشركه القابضه، واتكلمت معاه في خطه التطوير بتاع شركه مصر الغاز والنسيج عامه، وقال لي ان في شركه حاليا بتتولى عمليه التطوير، وان شاء الله هتقدم التقرير بتاعها في شهر 9 وهنبدا التطوير ان شاء الله بعدها على طول. هنا بقى انا تعاون غزل المحله ديت فيها منتجات زي البدل وزي القماش وزي البنترهات والصالونات والحاجات اللي انا شفتها تحت، بصراحه بقى في تطوير خالص للمنتج، يعني ما عادش يعني من ساعه ما انشات الشركه سنه 1929 بقى لها حوالي يعني 90 سنه اهوت، وتبص تلاقي المنتج زي ما هو. انا اتكلمت مع المهندس السيد قال لي التسويق نفسه هو التسويق الاعلاني، احنا دلوقتي بنتكلم في تسويق اعلاني. حضرتك دلوقتي انا بدات اتكلم معاهم في طريقه مختلفه للتسويق. حضرتك لما كنت بتشوف في البرامج اللي هي تسويق منتجات والحاجات دي بيبقى في الشركه ما بتدفعش حاجه، او اللي بيعلن يعني ما بيتكلفش اي حاجه، هو مجرد بس ان بياخد نسبه على العمليه الاعلانيه او عمليه البيع. فانا قلت لهم انتم مش هتتكلفوا حاجه، طب ايه المانع ان احنا نجيب شركه تتولى عمليه التسويق للمنتجات ديت عن طريق التلفزيون وعن طريق التوك شو والحاجات دي كلها، بحيث ان هي الشركه بتاخد نسبه على المنتج، يعني انت بتكسب مثلا 10% اداها 1% او اداها 2%، يبقى انت بعت كتير وكسبت حتى قليل شويه، بس هتكسب اكتر لما تروج الدوره الماليه بتاعتك تبقى اسرع. فاحنا بنفكر زي ما بيقولوا كده خارج الصندوق، وهيبقى محور اهتمامنا. ودلوقتي طبعا الحمد لله بقى في وزير لقطاع الاعمال هيهتم بالكلام ده كله. عندنا برضو سجاد وان شاء الله هنصور فيه قريب، واحنا شغالين فيه علشان عمليه التطوير. سجاد يدوي من اكبر قلعه السجاد اللي موجوده عندنا على مستوى مصر كلها، برضو مهتمين بيه وشغالين عليه. بس هي بس المشكله زي ما انا قلت لحضرتك الظروف الماديه او الماليه اللي بتمر بها البلاد هو اللي مخلي الامور ماشيه بطيء شويه، لكن احنا مهتمين بالقطاع العام ومركزين عليه كويس جدا لحد ما ننهض بيه ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا هي الفكره كلها ان هو التفكير خارج الصندوق، دايما كل عامل اساسي هو الامكانيات الماديه، لكن تفكير خارج الصندوق ربما بياتي بافكار جديده، ربما ياتي بالمزيد، ربما ياتي بالتطوير. شكرا لكم مشاهدينا، وعدا مره اخرى للاستوديو.